أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اقترن ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه وشخصية الإمام مع السجن ومع التعذيب ومع الطوامير، وفي ميزان آخر الروايات التي جاءت عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه متفاوتة، بين 14 إلى 15 سنة قضاها الإمام في سجون بشكل متفرق، وكل سجن أشد من الآخر، وجاءت روايات 18 سنة وروايات 20 إلى 25 سنة قضاها الإمام صلوات الله وسلامه عليه في سجون بني العباس. هذا يؤسس إلى فهم الوضع الضاغط الذي كان يعيشه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ولما كانت شخصية الإمام شخصية عظيمة ومتألقة، من الطبيعي أن الاعتداء على هذه الشخصية بالسجن إلى هذه المدة الطويلة يبدو واضحاً أن هناك غطرسة عند النظام، وهناك جور، وهناك أيادي باطشة إلى درجة بحيث أنها لا ترعوي للشخصية التي تمثل بني هاشم، سيما أنه هناك رواية تروى عن هارون الرشيد، وإن كنا نحن عندما كنا صغار كان لما ندرس القرآن والمنتخب الطريحي إلى الفخري اللي نسميه باعتبار الروايات الموجودة، كانوا يعلمونا بأنه إذا مر بك اسم يزيد أمير المؤمنين لا تقول أمير المؤمنين، قول أمير المفسدين. إذا مر عليك هارون الرشيد ليس برشيد، سميه هارون لا رشيد. ليش؟ حتى لا تسوق هذه الألقاب إلى الناس فيعتادون، لكن من باب الأمانة التاريخية أنك أنت تطرح الاسم كاسم. لكن احنا كمجتمع شيعي نفهم تماما أن هذه الشخصيات شخصيات لا رشيدة، وشخصيات غير مأمونة، وشخصيات باطشة وظالمة. لذلك ليس ببعيد أن يكون هناك تثقيف بمستوى كبير في فهم التاريخ. على كل حال، هارون فعلا كان يوم من الأيام يصف الإمام سلام الله عليه برغم عدائه المستحكم للإمام، يقول هذا راهب من رهبان بني هاشم. زين، وإذا كان هو راهب من رهبان بني هاشم تزجه بالسجن ليش؟ لما هذا التضييق والإصرار على قتل الإمام بطريقة وبأخرى؟ يبدو أن الإمام سلام الله عليه لو كان موجودا في البيت يصلي وهو في ليله ونهاره خاضع للعبادة والتعبد فقط لما اصطدم بالسلطة والنظام. لو كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه تنحى جانبا عن المجتمع وسياسة المجتمع ومصيبة وقضية المجتمع لما ترصدته الأعين ولما ترصده النظام والحاكم تلو الحاكم. إذن مفردة السجن ومفردة التعذيب جاءت حالة من التلازم عندنا مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. منين طلعت هاي المفردة؟ شنو؟ أي زمن جاءت فيه السجون؟ قطعا ما عندنا يعني تعقب تاريخي، وعلماء الآثار لم يجدوا زمنا محددا في مسألة السجون. ما في عندنا أنه فعلا هذا الزمن وفي سنة هلقد صارت سجون، ما في. لكن منذ أن تأسست المجتمعات تأسس قانون، ومن مجرد أن تأسس قانون كان هناك سجن للخارجين على القانون. أنا أقول الخارجين على القانون ليش؟ لأنه إذا سجن الإنسان البريء معناته أنه لا قانون ولا إنسانية، وليس هناك أدنى شك بأن هذا الحكم لا يستحق البقاء. ليش؟ لأنه العدل أساس الملك، ومن تحصن بالعدل حصن الله ملكه. زين، إذا لم يتحصن بالعدل تماما وسجن الأبرياء، طبيعي أنه هذا يعني مقدمة القضاء تكون على هذا النظام وعلى هذا الحكم باعتبار أنه لا يرعوي من الجانب الإنساني. إذن ما عندنا سنة معينة، وإنما السجن قديم
بقدم الجماعات الإنسانية. بمجرد أن تشكلت الجماعات تشكل السجن معها، ثم تطورت السجون إلى أن صار يسجنون في سفينة في زمن من أزمنة، إلى أن صار يسجنون تحت شجرة بربط الإنسان، إلى آخرة، إلى أن تشكلت السجون. بعد فترة زمنية بدأ الناس يتعاملون بشكل وبآخر مع السجين، ولكن هناك مجتمعات تتعامل على نحو إنساني، وهناك مجتمعات تتعامل مع السجين بشكل لا إنساني وفاض. وهنا بعد فترة سنوات وبعد قرون وبعد مضي شوط طويل من الإنسانية طلعت القوانين التي تنظم حياة السجون. الآن عندنا إحنا الصليب الأحمر اللي يعنى بالسجون والسجناء، عندنا فرضا منظمة العفو الإنساني، منظمة العفو كمنظمة فيها تفريعات من ضمنها تبحث هذا المجال، ومن ضمنها ترتب هذا المجال، ومن ضمنها أكو قانون. حتى أسار الحرب أيضا لهم قانون، يعني إذا تروح تشوف أن أسر الحرب شنو قانونهم يجيك من أحدى المواد القانونية أنه لا يجوز سجن سجين الحرب إذا كان يشتكي من إعاقة، يعني إذا كان فاقد البصر من يسجنه يكون مخالف لقانون السجون ويكون مجرم إنساني، يعني يكون ضد الإنسانية ويكون مجرم حرب ويكون تترتب الآثار الكبيرة. إذا هذا الإنسان يشتكي من مرض عضال يرجع إلى أهله، إذا كان هذا الإنسان يحتاج إلى طبيب لابد أن يعالج. هذه قوانين موجودة، موجودة عند الصليب الأحمر الآن كقانون، وموجودة أيضا عند العفو، منظمة العفو، وموجودة حتى نالت هذه الشريحة جايين يحاربون، ومع ذلك لابد من معاملتهم من معاملة إنسانية. أنت كمسلم، طبعا هذا الكلام كمنظمات الإسلام في سجون، احنا عندنا السجون قيود احترازية لتطبيق الحكم الشرعي، أما كسجن فما عندنا سجن ثابت. ولذلك لما كانوا يجيبون الأسرى من الحروب وغير الحروب للنبي صلى الله عليه وآله يقيم عليهم الحد، ولكن شوف التعامل في الإسلام، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه لما انضربه ابن ملجم شنو كان تعامل أمير المؤمنين خلي غير علي من أبي طالب؟ قصاه بعد ما فيه بعد، لكن أمير المؤمنين يقول اطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، إذا أنا مت في هذه الضربة فضربة بضربة، هذا القصاص العادل. لكن إذا أنا بقيت وشفيت من علتي أرى فيه رأيي، ولو بقي أمير المؤمنين لا أطلق سراحه. أمير المؤمنين لم يمنع الماء عن قوم جاءوا يريدون أن يقتلوه، أمير المؤمنين اللي يقول بأنه الناس صنفان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. صحيح هذا مسجون على أي تهمة؟ صحيح هذا مسجون، ماذا ارتكب؟ يبقى أنه إنسان ويعامل على النمط الإنساني ويعامل بالمفهوم الإنساني ويعامل إنسانيا، ما بالك إذا كان الإنسان هذا مجرد اختلف رأي عند رأي سياسي مخالف، ورأيك إذا كان مظلوم. هنا تنفتح جهتين، الجهة الأولى على الظالم، بئس الزاد ليوم المعاد ظلم العباد، وعلى المظلوم هنا تنفتح أبواب أخرى، وهي أنه لا يرد دعوة المظلوم شيء، بحيث أن حجب السماء كلها تنفتح لهذا المظلوم. لذلك يعني الويل ثم الويل لإنسان ظلم إنسان ظلامة بسيطة، فما بالك بأنه يظلم إنسان بريء ثم يذوقه ألوان العذاب، ثم يظلم ويظلم أهله ويظلم مجتمع كله. المسألة عند الله ثقيلة، ولأنه إحنا من المظلومين يقتضي هذا أن نثق بعدالة الله عز وجل، أن الله سينتقم لنا ولو بعد حين، وأن الله عز وجل سيفرج هذه الغمة، وأن الله تبارك وتعالى لا يمكن إلا أن تكون يده تسير واقع الأمور، فقط نحتاج أن نتعلم الصبر، أن نتعلم كيف نواسي هؤلاء المظلومين الذين هم أشد مظلومية منا. الإمام الكاظم سلام الله عليه عاش مع أربعة،
من أشد طواغيت الزمان. أولهم كان أبو جعفر منصور الدوانيقي، وهذا أبو جعفر منصور الدوانيقي ليش سموه دوانيقي؟ الدانق احنا نسميه الأنتين، يعني أبو الفلوس. إذا راح نقول بالبحريني راح نقول هذا أبو الفلوس. وليش سمي أبو الفلوس بعد دوانيقي؟ لأنه كان بخيلا إلى أبعد الدرجات. وإذا كان الحاكم بخيل بعد يخلي الناس يأكلون شيء، وإذا كان الحاكم يركض ورا الفلس بعد يخلي الناس بعد يختاتون، يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، وبالتالي خايف من أن الإمام ممكن أن ينقض عليه أو أن الإمام يمثل خطر عليه. فتتصور شنو سوى في الإمام سلام الله عليه، من سجن إلى سجن ومن سجن إلى سجن ومن تعذيب إلى تعذيب. انتهت هذه المرحلة، إجا من؟ إجا موسى أو إجا المهدي، محمد المهدي. وهذا أيضا جاء فنكل بالإمام ونكل بالشيعة واستقصد الطالبيين وبني هاشم. ليش؟ لأنهم ما هدأت ثوراتهم، ولأنهم ما هدأوا وما فتئوا يطالبون بالعدالة والحرية. زين، إجا من بعد موسى الهادي، وهذا موسى الهادي أيضا في البداية يعني غريب. أنا ما أريد أنه أشرح التاريخ كله، فقط أعطيك صورة ولو مختصرة عن معاناة الإمام. هذا الإنسان جاء وقال العدالة فالعدالة. شلون العدالة فالعدالة؟ أولا أطلق سراح السجناء، هذا موسى الهادي، أولا أطلق سراح السجناء ورد مظالم الناس، ورد على الإمام الكاظم أيضا من الذين أطلق سراحهم الإمام الكاظم سلام الله عليه، ورد له حقوقه والأموال التي أخذت من الإمام الصادق هم رجعها للإمام الكاظم، واعتذر له أمام الناس. هذا بداية ملكه. بعد سنة سنتين بدأوا الناس يقولون بأنه ترى هاي بني أو بني هاشم ترى ما راح يتركون ملكك، فانقلب 180 درجة وبدأ ينكل بالشيعة ويقتلهم تحت كل حجر ومدر. ففي البداية أنه نعطيك وفي البداية نوسع عليك، هذه لا تؤمنها، ما تدري بكرة الزمن شو يسوي. ارتحل هذا، إجا من بعدين؟ إجا هارون اللا رشيد. وهارون الرشيد يخاطب ابنه يقول له بأنه لو نازعتني ملكي لأخذت الذي بين عينيك. وفعلا الملك عقيم، يعني ما ممكن أنه يتهاون فيه. شنو عدهم ويا أهل البيت؟ إذا قلنا بني أمية على أس الدهر أعداء ويا أهل البيت، هذه مسلمة تاريخية. لكن بني العباس أنتم مو أبناء عمومة لأبناء علي بن أبي طالب، وأنتم من نسل العباس كما تدعون. مسألة أنه هناك جور وحيف وخطر، يعني نقدر نقول بأنه التيار الشيعي والمشروع الشيعي كان يمثل خطرا على الظالمين منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وآله. فإما أنه يغيب هذا التيار تماما، وإما أنه يسحق ويعذب في السجون. لكن الفترات القادمة غير. الفترات القادمة شايف أنت الآن مشروع عباسي وملك إلى فترة، أموي وملك إلى فترة، وكلهم ملكوا إلى فترة معينة كانت مقدمات بقاؤهم هزيلة. في الفترات القادمة ما ندري 50-60 سنة 100 سنة، أنا ما أدري واقعا، ولا يمكن أنه واحد يتنبأ بشكل تفصيلي تماما عدد السنوات، لكن الإمبراطورية الشيعية ستضرب في الأرض ضربا قويا وستثبت كقوة عظمى في العالم كله. اللي يعرف هذا ويفهم المقدمات السياسية سيعرف لماذا هذه الحرب على التشيع، واللي يعرف ما هي الأساسيات التي ترتكز عليها الإمبراطورية القادمة سيعلم تماما أن دماءنا لن تذهب هدرا، وأن هذا السيل الجماهيري القادم سوف يمتد كمشروع عالمي لن توقفه أي قوة في العالم، لا أمريكا ولا غير أمريكا. يعني هي المسألة راحت إلى الأمام. الآن يحاول من يحاول أن يستدرك الأمر، ودون ذلك خرق القتاد. إذن أنتم في مشروع لمطلب حق، الله تبارك وتعالى أمرنا أن نطالب بحقوقنا، جرى علينا ما جرى، لو لم نتحرك ولو لم تكن هذه الثورة، ثق بالله أننا غيبنا. يعني التجنيس كان قبل الدوار، لا أحد يعتقد أنه لما صار الدوار صارت المشكلة، ولا أحد يعتقد أنه لما صار هالشيء صار، لا 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 لا، تجنيس من قبل الدوار.
والاستهضام والظلام من قبل، إنما خرجنا حتى نطالب بحقوقنا. الآن جرى ما جرى، لابد أنه الكل يفهم أن عليك مسؤولية شرعية. إحنا خجلون كطلبة علم، كمشايخ، كحراك سياسي، إحنا واقعا مطاطئين بالرؤوس خجلا لما يقدمه الآخرون، وأنتم تقدمون أكثر منا. وإحنا فعلا نرى هذا العطاء عطاء عظيم. حتى الحوزة في البحرين ما استطاعت أن تقدم شيء مما قدمتموه، وحتى المشايخ أنا أصغرهم واعتذاري إليهم لم يقدموا كما قدمتم أنتم. أنتم قدمتم شيء عظيم، قدمتم صابر، قدمتم أبناء، قدمتم دماء، قدمتم معاناة ليل ونهار وخوف وأرق وألم، كل هذا أنتم قدمتوا. ماذا نعطيكم؟ إذا كان نظراتكم أننا نعطيكم شيء فهذا خطأ أكبر. سلوا الله أن يعوضكم خيرا، ونحن على يقين بأن الله سيعطيكم أفضل مما أعطيتم. وما أعتقد أنه الكلام ينجر إلى أن أقدم شهيد الله يعطيني أفضل من ولدي، لا لا، سيعطي ولدي ما يرضيه، وسيعطيني بولدي ما يرضيني. يعني أنتوا إذا تعاملتم مع الله عز وجل ستختلف المعادلة كلها، وإذا تعاملتم مع نصر قريب ومطالب قديمة أو قريبة فهذا مشكلة، لأنه الميزان ليس هكذا. لو كنا في ثورة فرنسية أو غيرها ممكن. نحن على مبدأ علي بن أبي طالب نقدم الدمعة لننتظر علي بن أبي طالب في الشفاعة. يعني اليوم اللي بكوا على الإمام سلام الله عليه واللي عزوا على الإمام سلام الله عليه ما كانوا ينتظرون الإمام يطلع لهم اليوم يعطيهم هدية، لا لا لا، ندخر عملنا هذا كله لله عز وجل، وأن الله سيعوضنا بمحمد وآل محمد خيرا. لذلك يطمئن الإنسان. غيرنا قدم شهداء وشهداء، وإحنا شو قدمنا؟ يعني أذكر بس هذه الرواية وأختم بها. في واحد اسمه شريك، هذا شريك كان من أصحاب علي بن أبي طالب، وهذا دخل على معاوية يوم من الأيام لأن جاي الشام، فقال له تعال معاوية يريدك. فلما دخل على معاوية استهزأ به معاوية، قال له أنت شريك يعني من الشرك؟ قال لا لا، وسمي الأعور، يعني شريك الأعور، لأنه انتفقت عينك. قال والله ما أنصفت علي بن أبي طالب، أنا عندي عيونين، علي بن أبي طالب فدى كل روح إليه وإلينا، وأنا أعطيت علي بن أبي طالب عين واحدة، كان المفروض أعطي العيونين كلها. شوف هذا هذه الروحية، وشوف هذه القوة والجلد، أن هذا الإنسان يتمنى بكبره يروح على رضا علي بن أبي طالب. لذلك إحنا ما قدمنا شيء لأهل البيت، وإنما هم قدموا لنا. وإذا قدمنا لهم شيء خلينا نستصغر العطاء تحت قدمي علي بن أبي طالب حتى نستحق النظرة من علي بن أبي طالب. أنا أعتذر لكل أم فقدت ولدها، ولكل أم فقدت ولدها في السجن، ولكل أب فقد ولده، ولكل أب فقد ولده في السجن، لأنه ما نقدم لهم من هذه المواساة يخجلنا في الواقع. كان من المفترض أن نقدم ما هو أعظم وما هو أفضل وما هو أكبر، لكن يبقى أن هذه الظروف الضاغطة لعلها تدفع بنا على أقل التقادير أن نكون بينكم ومنكم ومعكم أيضا. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.